حياكم الله هنا مقدم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم ونستهلها بالعناوين. تصاعد منحنى الإصابات بفيروس كورونا في مناطق نظام الأسد وقاسد وتحذيرات من موجة جديدة قد تضرب المناطق المحررة. أربع سنوات على مجزرة الكيماوي في خان شيخون وأهالي الضحايا بانتظار العدالة وواشنطن تدعو لمحاسبة الأسد. احتجاجات طلابية في إعزاز ضد قرار إغلاق بعض كليات جامعة النهضة. مرحبا بكم. تعيش المحافظة السورية بمختلف مناطق السيطرة هذه الأيام صعوبات في التعامل مع فيروس كورونا أدت لفرض حظر في بعض المناطق وإغلاق عام في مناطق أخرى وسط تحذيرات من موجات جديدة من الجائحة. إيقاف العمل في بعض الوزارات وتخفيض الدوام في المؤسسات العامة بمناطق سيطرة النظام، والسبب تدهور الاقتصاد وتداعيات فيروس كورونا، تقول حكومة نظام الأسد في بيان نقلته وكالة الأنباء التابعة للنظام سانا. البيان الحكومي ذكر أن الإيقاف يشمل القطاعات التي لا تؤثر في النشاط الاقتصادي والإنتاجي ويستمر لغاية 15 من نيسان الجاري في ظل أزمة طوابير تشهدها العديد من المحافظات بغية الحصول على الوقود، حيث يربط نظام الأسد تلك الأزمات بالعقوبات الأمريكية، في حين تؤكد الولايات المتحدة مرارا بأن العقوبات لا تشمل الأنشطة الإنسانية والطبية. ارتفاع عدد مصابي كورونا الذي وصل إلى قرابة 20,000 آخرهم تسجيل 120 إصابة جديدة وانخفاض مخصصات البنزين في مناطق سيطرة النظام جعل الحركة المرورية مشلولة في العديد من الأماكن، كما علقت كل من وزارة التعليم العالي والتربية الدوام في الجامعات والمعاهد والمدارس. مناطق سيطرة قسد في شمال شرقي سوريا ليست بأفضل حالا، فالإصابات المرتفعة دفعت بالإدارة الذاتية لإعلان حظر تجول شامل ومنع كافة التجمعات الشعبية، كما تم إغلاق المعابر الحدودية ومراكز التعليم وفرض ارتداء الكمامات ضمن غرامة 1,000 ليرة للمخالفين، كل ذلك لمواجهة الموجة الثالثة من الجائحة في ظل تسجيل 105 إصابات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 10,000 إصابة. أما المناطق المحررة فتشهد هي الأخرى ارتفاعا في أعداد المصابين بكورونا، حيث سجل مركز الترصد الوبائي 11 إصابة في منطقة جنديرس وحدها وإصابتان في إدلب، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 21,000 إصابة، ما دفع الدفاع المدني السوري للتحذير من موجة ثانية من الجائحة قد تكون أخطر من سابقتها في ظل إنهاك القطاع الطبي نتيجة قصف النظام وروسيا، داعيا الأهالي للالتزام بتدابير الوقاية قدر المستطاع. وأمام هذه التحذيرات يبدو أن تحدي كورونا يفرض ثقله على حركة السوريين وسلامتهم في وقت تتصاعد فيه حمى الأزمة الاقتصادية ويغيب فيه أي حل سياسي. للمزيد حول هذا الموضوع معنا دكتور رامي كتزيم مدير البرامج في وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة مباشرة من ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا. مرحبا بكم دكتور على شاشة حلب اليوم. بداية، ما هو الوضع الصحي في المناطق المحررة هذه الأيام؟ حياكم الله أستاذ كريم والسادة المشاهدين. كما ذكرت التقرير، نعم يبدو أن هناك يعني توجس من الدخول في موجة ثانية، يعني منذ عدة أيام نلاحظ بداية ارتفاع في عدد الإصابات اليومية، وهذا ينذر أننا قد ندخل في موجة ثانية، وخاصة بالتزامن مع نذير الدخول في موجة ثالثة حقيقة في تركيا. هل تحضرتم لها؟ ما هي يعني التجهيزات لهذه الموجة؟ نعم، لحد الآن الحمد لله القطاع الصحي في المناطق المحررة كان صامدا أمام الوباء، ربما مررنا بفترات صعبة خلال الذروة الأولى في أواخر الشهر الثاني عشر الحادي عشر
حتى منتصف أو أواخر الشهر الثاني عشر. فالتجهيزات الموجودة تعتبر إلى حد ما مقبولة، لا نقول إنها كافية لكن مقبولة، ونقوم الآن بزيادة أعداد أسرة العناية المشددة، محطات توليد الأكسجين والأجهزة التنفس الآلي، وزيادة عدد مختبرات الترصد. فمثلا هناك نية لزيادة مختبري ترصد الحالي موجود 3، يعني نسعى إلى أن تصبح 5، زيادة مشفين إضافيين من مشافي العزل بسعة حوالي 25 سرير عناية مشددة لكل مشفى، وبالتالي تصبح القدرة الاستيعابية إن شاء الله للنظام الصحي. طيب. ماذا عن اللقاحات بخصوص ملف اللقاحات الذي ستصل إلى الشمال السوري؟ متى ستأتي هذه اللقاحات وإلى أي حد يمكن أن تخفف من سرعة انتشار أو انتشار الفيروس؟ يعني متفائلون إن شاء الله باللقاح أنه سيؤدي إلى تخفيف سرعة الانتقال، ولكن المشكلة أن الكميات التي ستفرد قليلة لحد الآن. طبعا موعدين أن تصل الدفعة الأولى في أواخر هذا الشهر أو بداية الشهر القادم. كم جرعة؟ تمام، عدد الجرعات حوالي 240 ألف جرعة. الأولوية ستكون للكوادر الصحية والعاملين المجتمعيين، يشمل ذلك المدرسين أو المعلمين في المدارس، الحلاقين، عمال الصحة المجتمعية، عمال المنظمات الإنسانية إلى آخره. الأولوية الثانية للمسنين فوق 59 سنة، وحاليا يعني نقترح رفع العدد، رفع العمر إلى أكثر من 70 سنة. الأولوية الثالثة لمن هم أصغر من ذلك ولديهم أمراض مزمنة مرافقة. نأمل يعني أن يكون هذا الأمر سريعا بالنسبة لملف اللقاحات إن شاء الله. إن شاء الله. ننتقل لجنديرس، يعني بريف عفرين، تم تسجيل عدد كبير من إصابات كورونا في هذه المنطقة، وهنالك حديث عن فرض حجر صحي، حبذا لو وضعتنا في صورة التفاصيل. السيد الكريم، منذ بدايات الجائحة وزارة الصحة أجرت اجتماع عاجل مع كافة الفاعلين الصحيين والوزارات الأخرى في الحكومة، ويعني شاركت توصياتها، من ضمنها كانت موضوع يعني ضرورة حظر أو إجراء حظر لمنطقة إذا كانت الإصابات متركزة فيها كبؤرة ممكن نسميها، والمنطقة الجغرافية ليست واسعة، فإجراء حجر أو حظر عليها هذا سيساهم جدا إن شاء الله في تقليل انتشار الإصابات إلى المناطق الأخرى. فقبل الانتشار، بعد الانتشار يصبح الحجر صعبا جدا. فحاليا نعم هناك يعني دراسة جدية لإجراء حظر على منطقة أو قرية أقجلة في منطقة جنديرس. شكرا جزيلا لك الدكتور رامي كيلزي، مدير البرامج في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة، كنت معنا من غازي عنتابة. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 85 مدنيا بينهم 28 طفلا جراء انفجار الألغام في مناطق متفرقة من سوريا منذ مطلع عام 2021، منهم 51 خلال شهر آذار الفائت. هذا واعتبر التقرير أن الأسباب تدل على عدم الاهتمام من قبل الجهات المسيطرة على مناطق سوريا وعدم تحذيرها ومنعها للمدنيين من الاقتراب من المناطق المشتبهة، ودعت لتقديم خرائط توضيحية للسكان بمناطق انتشار هذه الألغام. أعلنت الخارجية الأمريكية عن ضرورة محاسبة نظام الأسد على الجرائم المرتكبة في سوريا، وذلك في ذكرى الهجمات الكيميائية على مناطق سورية. قالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إنه يجب محاسبة نظام الأسد على هجماته الكيماوية في خان شيخون بريف إدلب ومدينة دوما بريف دمشق. من جهته حمل الائتلاف الوطني السوري المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه جرائم الحرب ضد الإنسانية واستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. يصادف يوم الرابع من نيسان ذكرى مجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وهي مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 91 مدنيا. في الرابع من نيسان عند الساعة 6:30 صباحا استيقظ أهالي مدينة خان شيخون على رائحة الموت. قدس واحد هو رمز الطائرة التابعة للنظام من طراز سوخوي 22 وفق مراصد المعارضة
القدس هذه ضربت الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بريف إدلب بصاروخ محمل بغاز السارين، أصاب ما لا يقل عن 500 مدني بحالات اختناق، قضى أكثر من 91 مدنيا نحبهم، بينهم 32 طفلا و23 سيدة وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. بعد 3 أيام فقط، وفي 7 نيسان، الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب آنذاك تقصف مطار الشعيرات في حمص 59 صاروخ توماهوك، مؤكدة أن المطار كان قاعدة طائرة قدس التي قصفت خان شيخون. ضربات شلت حركة المطار لفترة وجيزة قبل استعادة نشاطه من جديد بتحريك الطائرات وشن الضربات الجوية. قبل فترة من خروجه من البيت الأبيض، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيلول 2020 بأنه كان ينوي فعليا معاقبة الأسد على ارتكابه لمجزرة خان شيخون عبر اغتياله، غير أن وزارة الدفاع عارضت الخيار. روسيا داعم نظام الأسد الأقوى، استخدمت حق النقد الفيتو 2 في مجلس الأمن لإعاقة عمل لجنة التحقيق الدولية حول الهجمات الكيميائية في سوريا، لكن تحقيقا أمميا أكد مسؤولية النظام عن هجوم خان شيخون بغاز السارين في 26 من تشرين الأول عام 2017. معالم جريمة كيماوية هي الأبشع في سوريا بعد هجوم الغوطة الشرقية في 2013، معالم كانت ما تزال شاهدة على الجاني إلى حين دخول قوات النظام إلى مدينة خان شيخون في آب أغسطس 2019. 4 أعوام وما تزال جرائم استخدام الغازات السامة في سوريا دون حساب أو محاكمة. 4 أعوام وما زال الجاني حرا طليقا. وخرج ناشطون في مدينة الباب في وقفة احتجاجية في ذكرى مجزرة الكيماوي في خان شيخون، رفعوا فيها عبارات طالبت بمحاسبة الأسد وإسقاط النظام. طلعنا اليوم نحن وقفة احتجاجية في ذكرى المجزرة الرابعة لمجزرة خان شيخون، مجزرة الكيماوي اللي كل الناس شاهدوها وعرفوها وشافوها، اللي راح ضحيتها 91 شهيد وعوائل بكاملة أبادت في سبب القصف الكيماوي على الحارة الجنوبية في مدينة خان شيخون. طبعا مشاهد كلياتنا شفناها صادمة وحوادث لا تنسى نهائيا، ونحن بس بدنا نوصل رسالة للعالم انه نحن منا نسيانين الشيء اللي صار، وبنتمنى كمان انتم تنصفونا وتاخذوا بيتنا وتاخذوا لنا حقنا من القتلة اللي تسببوا بهي المجزرة واولهم بشار الأسد. هذا وأحيا عدد من الناشطين الذكرى الرابعة للمجزرة خلال وقفة احتجاجية نظمت في مدينة إدلب. 4 أعوام على الذكرى المؤلمة، مجزرة السارين في خان شيخون. طائرة حربية تابعة لنظام الأسد استهدفت المدينة بصواريخ كيماوية، خنقت مئات من المدنيين بصمت، قتلت منهم أكثر من 100، وعاش البقية ليشهدوا على أفظع جرائم العصر. كان مشهد فظيع جدا، مئات الجثث في الأرض بدون دماء، شهداء إن شاء الله نحسبهم عند الله ولا نزكي عليه أحدا. نحب نوجه رسالة للمجتمع الدولي اللي شاف بعينه وعد لجان وشافت الحقائق على أرض الواقع وما صرفت شيء، كانت مكافأتنا أنه أخرجونا من أرضنا ولم يحاسبوا القاتل، والقاتل إلى الآن موجود على سدة الحكم. لم تكن مجزرة الكيماوي في خان شيخون الوحيدة من نوعها خلال حرب النظام على السوريين، كذلك لم يكتفي بها بل عاد ليقصف المدينة ويهجر سكانها ويحتلها بمساعدة حليفته روسيا. الظلم لا يدوم، الظلم لا يدوم والظالم لا يبقى، سيتم محاسبته يعني من قبل الشعب، من قبل شعبه، ونحن الأحرار سنبقى أحرار دائما وسنحاسبهم جميعا بإذن الله. يحمل السوريون المجتمع الدولي مسؤولية استمرار جرائم النظام بحقهم. الصمت الدولي ضاعف مجازر البراميل والأسلحة الكيماوية
التي لم يحاسب عليها نظام الأسد. في الذكرى الرابعة على مجزرة لم يزل مرتكبها طليقا، ذوو الضحايا يطالبون بمحاسبة نظام الأسد الذي قتل أكثر من 100 شخص بالغازات السامة. خلف مع حلب اليوم. شاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. ولاية شارلي أورفا التركية تقيم احتفالية بمناسبة إتمام 113 فتاة سورية حفظ القرآن الكريم. نقرأ ما بين السطور، نتابع التطورات على الساحة السورية، نبحث فيها ونحللها ثم نناقشها مع الأطراف المعنية بالحدث والمحللين وأصحاب الاختصاص لنقدم أهم التحليلات وأدقها وكل ما يهمكم في الشأن السوري. كونوا معي أنا بشر حاوي في ثنايا الخبر. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. خرج العشرة من طلاب الجامعة الدولية للعلوم والنهضة في مدينة عزاز بريف حلب الشمالية بمظاهرة احتجاجا على قرار مجلس التعليم العالي بإيقاف العديد من الكليات الطبية والمعاهد في الجامعة بسبب عدم حصولها على ترخيص من قبل المجلس. وبحسب المشاركين في المظاهرة فإن المجلس قرر نقل قسم طلاب جامعة النهضة إلى جامعة حلب بعد خضوعهم لامتحان معياري، الأمر الذي رفضه الطلاب ووصفوه بالقرار التعسفي. كما أجرت كاميرا حلب اليوم الفضائية استطلاعا مع الطلاب المتظاهرين تضمن آراءهم حول رفضهم لقرار مجلس التعليم العالي. نحن طلعنا بهالمظاهرة مشان القرارات التعسفية اللي طلعتها مجلس التعليم العالي بشأن الطلاب. أول شيء قالوا لنا كل الطلاب محفوظة حقها، راحوا نزلوا قرار بأنه يعملوا فحص معياري. أول شيء هذا كان منافي للقرارات كلها اللي تصدرت أنه ما في معياري. أول شغلة، ثاني شغلة حددوا عدد للطلاب ونحن أساس كلياتنا مقبولين. السلام عليكم، نحن طلاب الجامعة الدولية للعلوم والنهضة اليوم بهاي الوقفة الاحتجاجية ضد قرارات مجلس التعليم العالي التعسفية ضد طلاب النهضة. هنا بالأول كان قرار نقل لطلاب جامعة النهضة والكليات الطبية بشكل كامل، بعد فترة أخذوا البشري والأسنان والسادة لعاف المعاهد، هلا طلعوا بقرار جديد بفحص المعياري لطلاب المعاهد قبل النقل. وهالشي طبعا نحكى طلاب نرفض رفض بات، لأن بهذه الحالة رح ينتقلوا نسبة من الطلاب ونسبة من الطلاب رح تبقى بقلب الجامعة. نحن منطالب أما نقل كل الطلاب بلا معياري أو بقاء الطلاب بالجامعة مع الترخيص. كان بعض تمريض الأطفال معترف عليهم، نتفاجأ بعد القرار الثاني ما بقى يعترفوا على القرار. نقلوا الكليات كامل، قبلوا جميع الطلاب، أما أجوا على المعاهد صار بدهم فحص معياري. نحن هدفنا واحد، يا منقبل كل الطلاب يا ما مننقل ولا طالب، هذا هدفنا. نحن تهجمنا عند أهلنا وطلعنا وتعبنا ودرسنا. نحن ضللنا 3 مواد مع هالتمريض الأطفال، رح نتخرج وين مصيرنا؟ مصيرنا معلق عنكم على أساس أول ما سجلنا المعهد مرخص من قبلكم. هاليوم نتفاجأ بقراراتكم هي ما مرخصة، كل يوم بتطلعوا قرار شكل. طلعنا لحتى نحكي ونوصل صوتنا لكل الدول، مو بس للمجلس التعليم العالي اللي طالع هيك قرار ظلم بظلم، ظلم بحق كثير طلاب، ظلم بحق بعد تعب سنتين وأجار، ومو بس الناس حين يتهجروا، مو بس اللي طلعوا من بلادهم، نحن كمان نحن كطلاب طلعنا من عند أهالينا، نحن اسمنا مهجرين، أكيد طالب يعني عاش حياته كأم وأب وطالب يعني بالآخر يعني تعب بالآخر يحصد إنه شهادته يكبها بالشارع أو بالآخر قبل ما يتخرج إنه أنت تعبك صار بالأرض. طالع يعني حتى يسكتونا طلعونا المعياري ما نحل أبدا. نحن هون نطالب يا بنقل الجميع يا بترخيص الجميع. نحن ما مستعدين نراهن على مستقبلنا ما نلعب بينديتهم. نحن تعذبنا سنوات وأهالينا تعذبوا معنا سنوات، فلذلك نحن مضطرين نخضع لقرار ظالم بحق الطالب. يعني نحن الحلقة دائما الحلقة الأضعف، ليش دائما بتحططوا على الطالب؟ بده يظلموه، بده يغربلوه، بده ينهوا مستقبله، ليش؟ ما في سبب يعني لهذا الأمر. للمزيد حول هذا الموضوع معنا الدكتور عبد العزيز دغيم رئيس جامعة حلب.
في المناطق المحررة مباشرة من إعزاز. مرحبا بكم دكتور، حياكم الله. يعني بداية شاهدنا معا هذا التقرير، هناك مطالب ودعوات للطلاب، حبذا لو توضح لنا وجهة نظر الجامعة تجاه هذا الملف، ملف جامعة النهضة. أولا بشكركم على الاتصال وإعطائي فرصة لبيان للأخوة الطلاب حول قرار مجلس التعليم العالي. أهلا بك دكتور. بالنسبة لقرار مجلس التعليم العالي، جامعة حلب مناط بها تنفيذ ما تقره اللجنة المشكلة من قبل مجلس التعليم العالي كجامعة حكومية تتبع للحكومة المؤقتة. هذه بداية. وبالتالي عندما قالت اللجنة تريد تطبيق فحص معياري على طلاب المعاهد، لا تستطيع جامعة حلب قبول الطلاب إلا بفحص معياري، ولكن قد لا يرغب الطالب بالتقدم لفحص معياري ويقول أن هذا ليس عدلا، دعنا نقول ذلك. نقول له أنت لست مجبرا على ذلك، من يريد التقدم إلى جامعة حلب عليه أن يتقدم للامتحان المعياري كما أقرت اللجنة وقرار مجلس التعليم العالي. طيب هذا الوضع الذي حصل، يعني حضرتك تتحدث عن وضع طبيعي، قرار للجامعة وامتحان معياري، ولكن عندما يكون هنالك وضع استثنائي، يعني طالب مثلا طب بقي له فصل واحد للتخرج، هل يعقل أن يخضع الآن لامتحان معياري وما إلى هنالك، فليتقدم للمواد التي هي في جامعتكم، إن نجح بها فليأخذ الشهادة، وإن لم ينجح نحن ما عم نحكي عن طالب الطب، عم نحكي عن طالب المعهد. هكذا قالت اللجنة، ما اتركني أكمل إذا سمحت. أي تفضل. بالنسبة للطلاب اللي غير قادرين أو لا يرغبون بتقديم الفحص المعياري، عليهم البقاء بجامعتهم، وهنا تأتي مسؤولية إدارة الجامعة الجديدة مع مجلس التعليم العالي على افتتاح المعاهد في مكانها في الجامعة ذات جامعة النهضة للعلوم بعد توفير المعايير اللازمة لافتتاح المعهد. قابلني بعض الطلاب وأفهمت نفس الصورة، واتصل في رئيس مجلس التعليم العالي يسأل عن الوضع، قلت له نفس الشيء، وقال أن الرئيس الجديد زاره في مكتبه واتفقوا على أن تقدم رئاسة الجامعة الجديدة المعايير التي يطلبها مجلس التعليم العالي خلال أسبوع، ويتم افتتاح المعاهد بعد ذلك في الجامعة ذاتها. طيب ما هي المعايير دكتور لو سمحت؟ معايير مجلس التعليم العالي بيعرفها، لكي يعلمها المشاهد، يعني باختصار حبذا. خلينا نقول انه في عنا معهد قبالي، معهد تمريض اطفال، معهد تخدير، يلزمهم نوع من المخابر معين، يلزمهم مثلا مخاض، يلزمهم طبيبة نسائية معينة، يلزم هاي امور بيعرفها مجلس التعليم العالي والمختصين في هذا المجال. اذا وفروها على مجلس التعليم العالي أن يصدر قرارات بافتتاح هذه المعاهد ويداوم الطلاب كما كانوا في أماكنهم. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد العزيز. وبالتالي أريد أن أوصل رسالة للطالب، يعني يسعى مجلس التعليم العالي في الحقيقة، يعني يسعى لأن ينقل الطالب من حالة القلق إلى حالة الاستقرار في مكانه وفي جامعته. شكرا جزيلا لك دكتور عبد العزيز دغيم، رئيس جامعة حلب في المناطق المحررة، كنت معنا من مدينة إعزاز. أمهلت لجنة درعا المركزية قوات النظام 24 ساعة للإفراج عن طفل وامرأة اعتقلهما عناصر حاجز المخابرات الجوية المتواجدين على حاجز منكت الحطب الواقع على أستراد درعا دمشق بحسب تجمع أحرار حوران. يأتي تهديد اللجنة بالتصعيد بعد اعتقال عناصر الحاجز لفتاة تنحدر من قرية المزيري في ريف درعا الغربي واقتيادها إلى مطار المزة العسكري، كما اعتقل عناصر الحاجز طفلا يبلغ من العمر 16 عاما أثناء توجهه نحو دمشق. هذا ويعرف الحاجز بتجاوزاته المتكررة بحق المدنيين، إضافة لفرضه إثوات عليهم بحسب تجمع أحرار حوران.
اجتمع وفد عسكري روسي مع وفد من أهالي بلدة القرية في فرع أمن الدولة بمدينة السويداء على خلفية اشتباكات مسلحة وقعت يوم الخميس الماضي بين مجموعات مسلحة محلية وأخرى من العشائر البدوية. وبحسب موقع السويداء 24 فإن الاجتماع بحث الهجمات المتكررة التي تستهدف المزارعين، مضيفا أن الأهالي وافقوا على عودة المهجرين من عشائر البدو إلى بيوتهم غربي البلدة باستثناء شخصين متورطين بالدماء. وطالب الوفد بتعويض مزارعي البلدة على الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم نتيجة الاعتداء عليهم وأن يتم ضبط المنطقة. أقامت ولاية شالي أورفا التركية احتفالية بمناسبة إتمام 113 فتاة سورية حفظ القرآن الكريم تراوحت أعمارهن بين 8 سنوات و20 سنة. الفتيات أتممن حفظ القرآن الكريم في معهد تابع لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها في ولاية شالي أورفا. واختتمت الفعالية بتوزيع شهادات حفظ القرآن الكريم على الفتيات إلى جانب هدايا متنوعة. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني الظاهر أمامكم على الشاشة حلب تو دي تي في. دمتم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.